عنا علي ايش ما سوينا عليه شلون صار رغم كل الظروف القاسية التي يمر بها العراق، ما زال هناك خطوط حمراء تجاوزها يبقى غير مقبول. يبدو أن التعليم هو أحد هذه الخطوط الحمراء في البلاد. ففي فيديو انتشر كالنار في الهشيم، ظهرت مجموعة من السيدات وهم يعتدين على كادر تدريسي في إحدى المدارس بمحافظة البصرة. هذا لأن مديرة المدرسة كانت قد وجهت الطالبات بعدم ارتداء الكمامة، كون بعضهن يضعن مواد تجميل لا تناسب الجو الدراسي. أثناء التفتيش رفضت إحداهن خلع الكمامة، فتم تحويلها للإدارة وتوبيخها أيضا. تباعا قامت هذه الطالبة باللجوء إلى والدتها وأقاربها الذين يعملون في حانوت المدرسة، حيث قاموا بالاعتداء على الكادر التدريسي كما ظهر في الفيديو، من صراخ وضرب ولكم للمعلمات وللكادر التدريسي. هذا الفيديو أشعل غضبا واسعا على الصعيد الشعبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالقبض على الفاعلين ومحاسبتهم. وبالفعل مشاهدينا، تدخلت وزارة التربية والتعليم وأعلنت عن صدور أوامر بالقبض على النساء اللواتي تهجمن على الكادر التدريسي وفتح تحقيق في هذه الواقعة. كما أيضا تم اتخاذ إجراءات إدارية وتربوية مباشرة وتحريك شكوى قضائية بحقهن. يشار إلى أن هذا الفيديو كان قد انتشر إلى حد كبير، أوصله لمئات آلاف المشاهدات والتعليقات الغاضبة. في هذا السياق سنقرأ لكم بعضا منها، ونبدأ من رفيف التي كتبت وقالت: اللهم إليك نشكو، ألا يكفي تدهور الحال لننتقل إلى خراب الأجيال؟ تتساءل. أيضا نور كتبت وقالت في تغريدتها: جهل ما يعرفون شكوى ولا قانون، متعلمين على الشجارات العشائرية والردح بالشوارع. محمد أيضا كان له رأي في هذا السياق، يقول: ماكو أي قانون يحمي المدارس من هالمهازل، بالعكس المدرس صاير هو الحلقة الأضعف في المؤسسة التعليمية مع الأسف. نختتم مع سناء التي غردت وقالت: مع الأسف هيج العراق صار، يا ترى التاريخ شو رح يكتب عن هذه الحقبة؟